كابتن عمرو، يعني نتيجة بشوفها غير مرضية بالنسبة للكابتن سيد وفريق بتروجيت، والحقيقة الأداء الكبير جدا اللي أدوه في الشوط الثاني. بص، لازم نشيد بتروجيت كابتن سيد عيد. الطريقة اللي بيلعب بيها طريقة مميزة جدا، فكرة الضغط العالي من ملعب الخصوم، انت زي ما تقدرش تطلع بالكرة بسلاسة من نص الملعب، وده اللي حصل على فكرة في مباراة بيراميدز وتاني مباراة ومباراة فيوتش. انا قلت ممكن الجهد البدني هيأثر على اللعيبة الموجودة، الواضح ان في شغل بدني مميز جدا صحيح لفرقة بتروجيت. بتروجيت لغاية الدقيقة 90 او 91 بيضغط ضغط عالي بطريقة مش طبيعية من لعيبة نص الملعب، وما عندهمش اي خوف ان لعيبة تكمل بشكل كويس. كان عندنا لقطة في الدقيقة 91 يحيى، صعب ان لعيب في نص الملعب يقدر يضغط بالشكل اللي احنا شفناه. يعني لو اللقطة يعني الناس تحضرها لنا اعتقد ان هي هتفرق بشكل كبير جدا. لا، في اداء مميز، في شكل مميز، في طريقة لعب بصرف النظر عن النتائج. ولو ان انت النهاردة كفرقة بتروجيت، انا شايف من وجهة نظر ان هي تستحق 3 نقاط بشكل كبير جدا. صح. اولا للاهداف اللي ضاعت، الفرص، عدد الفرص اللي ضاعت. ثانيا من حيث الاداء والتنظيم في الملعب نفسه. صح. النهارده شكل بتروجيت، لا، واضح ان في طريقه لعب مميزه بتشتغل. عندهم 3 لعيبه مميزين جدا في وسط الملعب، رشاد المتولي واحمد رضا وحامد حمدان. الثلاثه دول ممكن انت ما تشوفش ادوارهم كراجل بتتفرج على الكوره، ولكن احنا عشان بنحلل كوره وفاهمين اللعيبه ديت ازاي بتتحرك في نص الملعب، وازاي ليها اماكن معينه ومربعات معينه بتتحرك عليها. اقدر اقول لك ان لا، سيد عيد عامل مجهود كبير جدا مع فرقه بتروجيت. صحيح. قادر ان هو يوصل بفرقه اهو، هي دي اللقطه اللي احنا بنقول عليها. يعني لقطه كبيره جدا. لو ترجع بس من الاول خالص، ارجع، لا ارجع خالص، يا ريت نرجعها خالص، معلش. اللقطه دي في الدقيقه 91، خلاص الكره مع مودرن، المفروض ان هم بيشتغلوا استحواذ. بص اللقطه دي في نهايه المباراه، يعني خلاص الحكم قبل، يعني بعدها بدقيقه صفر. صح. بص اللعيب في نص الملعب رايح ضاغط على رزق ازاي بالشكل ده، وبيغلط رزق في نص الملعب، وكره ممكن تتحول بشكل هجومي بشكل مميز جدا. عايز اقول ان فكره الضغط العالي يا جماعة بتحتاج مجهود كبير جدا. والواضح ان اللعيبة صغيرة في السن وعندها طاقة كبيرة جدا في نص الملعب، وشكل واداء تكتيكي بشكل مميز جدا. فانا بصراحة بشكر كابتن سيد عيد على ان هو بيعرفنا على وجوه جديدة. خلي بالك الوجوه دي، افتكر ان اللعيبة دي لعيبة كويسة جدا. لا، هتتم كويس. صح. لا، لعيبه هتتمن كويس، لان هي فعلا لعيبه مميزه جدا. والنهارده عندنا مثال، بدر موسى النهارده بياخد بيحرز احسن لاعب في المباراه. صح. ولعيب مميز، يمكن الكره المصريه ما كانتش تعرف اللعيبه دي مين. طبعا. في الدرجه الثانيه. طبعا. عايز اقول ان الفروقات ما بين اللعيبه دلوقتي بدات تقل. صح. ولكن بتفرق بقى اللعيب يعني محضر نفسه ازاي. اللعيب عنده امكانيات ان هو يحضر نفسه ازاي للقادم. ومهم جدا ان انت النهارده عندك فرصه كبيره جدا. انت النهارده بيتذاع مباراه والناس كلها بتتفرج عليك، ممكن تبقى يعني خلاص انت احسن لعيب في المباراه. بس مش ان انت تبقى احسن لعيب في المباراه وبعد كده تقل من مستواك، لا، لازم تكمل الاستمراريه. طبعا. النهارده لعيبه كتير جدا في مصر مميزه. ليه؟ فكره الاستمراريه يا كابتن اسامه. صح. اعتقد ان ده مهم جدا في الفترة القادمة. عشان ثبات المستوى. وبتروجيت لازم يعدل الشكل الهجومي، استثمار الفرص اللي بتضيع بشكل كبير جدا، عشان يقدر يحافظ على الشكل الجيد وانهاء اللي ظهر بيه المباراة ده بالـ3 نقاط. صحيح. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم، ولكن نروح لفاصل، نرجع نستكمل بعد الفاصل.